بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا. أكيد القضايا العمالية والنقابية والتربوية بعدها مصدر اهتمام، ولكن ليه نحن بهالبرنامج كمان ما منضوي على حلول؟ مين منا مش عم بيعاني من موضوع الكهرباء؟ مين منا مش عم بيعاني ايضا من موضوع اللامركزية اللي هي صارت اليوم مطلوبة اكثر من اي يوم؟ المهم انه اليوم رح اخذكم على منطقة جبل الشيخ، يعني على قسم بالبقاع الاوسط وقسم بجبل الشيخ بالبقاع الغربي. اللي بدي اقوله، كلنا بنعرف انه جبل الشيخ او جبل حرمون هو جبل يقع في سوريا وفي لبنان. خلينا نحن بلبنان اليوم، حتى لكم انه ضيوف اليوم هو رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ الاستاذ العميد مروان زاكي. اهلا وسهلا فيك عميد، وايضا رئيس بلديه عنجر وحوش موسى الاستاذ جارو بامبوكيان. اللي بدي اقوله انه مسيو بامبوكيان قال لي نحن عنجر تاريخيا وحوش موسى اداريا، ولكن بيفتخر بالحقبتين. اما العميد مروان زاكي بدي اترك له يخبرنا عن انشاء هذا الاتحاد يلي بتضم 14 بلديه، وهالاتحاد انشئ حديثا وبالوقت ذاته امامه تحديات كبيره، خصوصا لما بيكون يعني منشا حديث، يعني ما في ولا نقله، يعني في تكاتف بلديات. تفضل عميد، لك اولا الكلام كاتحاد، مين بيضم هالاتحاد؟ شكرا لك اول شيء على استضافتنا ست رابيكا ولا فريق العمل. اتحاد بلديات جبل الشيخ انشئ من حدود شيء 6-7 اشهر، بيضم 14 بلديه اللي هي عايحه، عين حرشه، تنوره، بيت لهيا، بكيفه، رشيا، كفرقوق، ظهر الاحمر، كوكبه، مجد البلهيز، كفر مشكي والحوش. أنشئ حديثا لأنه اليوم الاتحادات والتعاطي مع الاتحادات أسهل مع الجهات المانحة، لا ما بقى يتعاطوا مع بلديات، بهمهم هن يكبروا يتعاملوا مع أكبر عدد من البلديات المجتمعة. نعم، هذا بيعطينا كثير دفع للاستفادة من المنح والمساعدات الخارجية. وأمامكم كثير من المشاريع يلي بتخدم هالقرى والبلدات المترابطة مع بعضها. كثير المنطقة عندنا يعني مهملة تقريبا، اي مشروع بيخطر على بال شخص نحن فينا نستوعبه لانه ما عندنا شيء مع الاسف يعني. وبعد المنطقه منطقه نظيفه، منطقه خام فيرج، ونتمنى انه الله ياخذ بايدنا نقدر نقدم خدمه. اكيد، خصوصا انه يعني لما اتصلتوا فيي وقلتوا لي انه اذا سنت الحلول يمكن حل كهرباء نحن انتهى عنا، ورح نحكي اكيد بتفاصيله، ولكن كمان لاحظت انه في بلدات من البقاع الاوسط مشاركه معكم بمشروع الكهرباء يلي اكيد نحن تباعا رح تقولوا لنا كيف صارت الفكره وقد ايه بيوفر على المواطن وقد ايه ممكن يكون نموذج عند باقي البلدات او الاتحادات وقديش بيوفر، وهيدا بيصب بثقافه ما هيك عند المواطن. نعم، ما قلت لي مستر جارو. نعم اكيد. بتحبوا نروح جوله زياره نحن مع زميلي دوريس الحاج؟ بس رح تبلش بمنطقه ليلى البقاعيه اللي هي في البقاع الاوسط، ورح نكمل على رشيا وعلى عنجر حوش موسى، بنشوف سوا. بالنسبة لقريتنا ليلى، مثل معظم القرى اللبنانية ساعات التغذية فيها كانت بين الأربع والست ساعات، تنقطع التأنين بين 18 والعشرين ساعة، وهذا شيء كثير قوي يعني ما بينحملش أبدا. والمي، مية الشفا، مية الشرب كمان، بس تروح الكهرباء ما عاد عندنا مي أبدا. فانجبرنا ناخذ خطوة كثير قوية وجريئة، وبتمنى على كل البلديات تاخذ هالخطوة هيدي كمان مثل ما أخذناها نحن وأخذوها اللي قبلنا. جبنا مولدات كهرباء للضيعة ومدينا شبكة كتير عظيمة كتير قوية ومليحة، شبكة كتير حديثة، الترسي ذا كله سبعينات وخمسينات وخمسة وعشرينات ملي متر أكيدة. عطينا للضيعة كلها، ما ظل في ولا بيت بالضيعة إلا ما أخذ. نحن عم نعطي للبيت أكيدة على العداد، عندي هون بين العشر تلاف والخمسين ألف 40%، اللي هن عددهم 262 مشترك. بين الخمسين والمية ألف 232 مشترك، اللي هن 35.5%. بين ال100 وال200 ألف 20% هن 130 مشترك.
فوق ال 200,000 29 مشترك 4.5%، 4.5%. يعني هذا كثير مثل بيقولوا العالم اليوم مبسوطه ومعيده. بلا نحن هسه عم نعطي كمان 24 كهرباء. تنقطع كهرباء الشركه بدور الموتور لحاله، بتيجي كهرباء الشركه بتطفي. اذا جينا لنقارن بين مولداتنا اصل المولدات البلديه يعني والمولدات السابقه، الفرق بال 100 مليون الدفع. غير بنصحهم انه ياخذوا خطوه كثير كثير جريئه، وما يهمهم لا قرابتهم ولا غير قرابتهم ولا حدا، اذا كان عندهم مولدات ولا ما عندهم، ما يهكلوش الهم. يعني انا بفضل ازعل شخصين او ثلاثه او خمسه او عشره وارضي 4000 عندي بالليله. بشكر كثير التلفزيون الام تي في على المقابله، وبدي وصل الصوت ان شاء الله للمعنيين للمسؤولين. بالنسبه لحوض نهر الليطاني، عندنا كثير في اشياء مش معقوله ابدا، التلوث كثير زايد عن حده. بدنا بركي ان شاء الله بيلاقوا لنا حل. نحن كنا امبارح بندوه لقصه حوض الليطاني ودعم برنامج دعم اداره حوض نهر الليطاني، وان شاء الله بالنسبه لل بياخذوا اجراءات كثير قويه وصاربه. مجرى نهر الليطاني ملوث كثير من منبعه لمصبه لهون لبركه الارعون، بحيره الارعون. عندك المواشي النافقه كمان، هيدي المواشي اللي بتموت عم يزتوها بنهر الليطاني، انه يجربوا بركي ان شاء الله بيعملوا لنا شيء شغله لياخذوا فيها اجراءات صارمه كانه من زبوطه ولا من شغلات. المهم انه تردع المواطن ليحد حتى ما يعود يزت نفايات بنهر الليطاني. يعني عميد من ليلة رحنا وصلنا على عيحة ورح نكمل على رشيع وعلى عنجر حوش موسى، رح نشوف سوا بالصورة وأكيد عندكم تعليق بتقولوه. ولكن فكرة هالفكرة هيدي كيف ولدت عندكم عميد؟ أيه. قضية مولدات الكهرباء 24 بكلفة يمكن عم تعطيكم ربح مش عم تعطيكم خسارة. صح. يعني عم شوف عواميد كلها شبكة جديدة تورسيدي مثل ما قال رئيس البلدية، وموتيرات 4 مولدات 350 كافي آ كل مولد، غطت رشيع كلها بحدود 1200 مشترك. نحن طلعنا بقناعة انه ما حك جلدك مثل ضفرك، لانه الاداء اللي عم بيصير عنا ما عم بيشجع انه في كهرباء. قلنا لازم نفوت بالمشروع. المجلس البلدي برشيع مشكور، كله كان قلب واحد تعملنا هالمشروع هذا، وصلنا سنتين. يعني لو في عقبات قدامه كانت بتبين. نعم. بالعكس عم نمشي بتقدم. هالمشروع عملنا 5-6 فرص عمل بالإضافة لهالشي، وبيعطي تغذية 20 ساعة من 6 الصبح لـ2 بالليل بس تقطع الكهرباء بتجي. وأعطال الكهرباء كتير كتير كتير. يعني نحن وقت اللي بيعملوا تقنين بيجي عنا لرشيع 4 ساعات، بالـ4 ساعات بتقطع شي 50 مرة الكهرباء هي وموجودة. نعم. وبعدين ما في كهرباء بالمعنى المضبوط. هذا المشروع منه بديل نحن عم نطرحه للدولة، بالعكس هذا موضوع بيضوي شمعة، بيخلي أصحاب الدخل المحدود يقدروا يدفعوا حق شمع. يعني هاي الخطوة الأولى اللي قدرنا نحصل عليها. بعدين علم الناس على إرشاد الطاقة. نعم. يعني صفى المواطن لمبة مش محتاجة عم بيطفي. إذا بتشوفي العرض تبعنا عنا 1144 مشترك، 500 مشترك أي ما يقارب 45% 10 أمبير و15 و20 و25 أمبير بيدفعوا تحت ال 50,000 ليرة. وعندهم كهرباء على 24. وعندهم كهرباء وكهرباء مضبوطة 220 بتجي. نعم. وعندنا بين ال 51 وال 75 25% بحدود 300 مشترك. يعني صفى عندنا 70% من المشتركين بيدفعوا تحت ال 75,000 ليرة. يعني هلا هاللبنانيين عم بيسمعونا بيقولوا قد ايه بلدياتنا مقصره ومش قادره تاخذ خطوه. يعني وهيدي اسهل شيء، أسهل لانه البعض منهم عميد بيقولوا انه لا يجوز للبلديات انه إيه هي. نعم. انتوا تخطيتوا هلا يجوز؟ تخطيناها وهلا صارت تقريبا مؤونه الوضع كله اخذوهم، يعني صاروا قانونيين بالبلديه المولدات. نعم. يعني هون قطعت علينا قلعة رشيع وقطع علينا الأرميد برشيع. الأرميد برشيع وسوق رشيع الأثري. نحن بدنا نحيي رئيس بلدية رشيع أكيد. وهيدا وهلا أنا رح نفوت على عنجر. أثرات ومطاعم عنجر ترحب بكم يا أستاذ جربات يا رئيس. مدخل عنجر. هيدا مدخل عنجر. نعم.
كمان بعنجر اخذتوا يعني هالمبادره. نعم المبادره. نعم. بعنجر تختلف نوعيا وشكلا ومضمونا عن بقيه البلديات. ليه؟ لانه مش مشروع البلديه. اها. بل مشروع المجتمع المدني. نعم. أي مشروع بلدي. هلا عم بتشوفي كمان القصر البلدي قايد الإنشاء جديد. يلا إن شاء الله بده شنو؟ بحلة تراثية لبنانية. أه. نعم. بقى مشروعنا هون شو مكتوب بالأرمني يا ريس؟ مؤسسة كهرباء عنجر إيدا. شو عملوا بكهرباء لبنان؟ صار في إلكتريسيتي عنجر؟ كهرباء زحلة. وعندها كهرباء زحلة وعندها كهرباء. نعم. ADL وADZ نحن ADA يعني مؤسسة عامة. نحن إذا بتشوفي المحطات والترتيب لاحظنا الترصدية اللي بيمنع التعليق يعني شبكة عامة يعني نحن عنا الوقاية الكاملة يعني لا بتتعلق على الشرطان لا فيهم يعملوا أي شيء. إذا بتشوفي العلب الصناديق يعني محافظين على حضارة معينة. نعم. إنه ما فيه هالشرايط والتشويه أكيد. نعم. ونحن عنا لا بتختلف عن البلديات الباقية لأنه نعم. نحن تقدمنا بكتاب رسمي لنحصل على الموافقة مبدئية على المشروع وزارة معاني وزير الداخلية مثل ما قلت أثار ومطاعم. نعم يعني نعم نحن مرفق سياحي مهم. نعم. بوسط البقاع وعلى معبر الرئيسي البري للبنان. نعم. رئيس أنتوا يمكن معنيين كمان بموضوع الليطانية اللي حكي عنه زميلك رئيس ليطلالة. معنيين مباشرة نحن لأنه الله منعم علينا كتر خير الله بكل نعمه. نعم طبيعية تاريخية أثرية. عنجر أهم مصدر مياه بالمنطقة. المهم البشر بس يحافظوا على هالنعمة. نعم الحمد لله في عنا مجتمع مدني متضامن متفاهم وبفضل تفاهم المجتمع المدني قدرنا نتخطى مشكلة القانونية لإنشاء مولدات تابعة للبلدية لأنه الوزارة المعنية وزارة الطاقة. نعم. امتنعت بترخيص أو بترخيص للبلدية بكون استنادا على حق على حصرية كهرباء حصرية لبنان. الانتاج الكهرباء لشركة الكهرباء. نعم. ولكن اليوم يا رئيس طب هل المولدات الكهرباء المزروعة بأحيائنا وبشوارعنا ومناطق هيدي مشروعة؟ وين التناقض؟ بدك يعني تشوفي التناقض بالكتاب اللي ردوا. نعم بالكتاب اللي ردوا علينا على وزير الداخلية مشكورا وافق على المشروع ولأنه مش البلدي وزارة المعنية أحالة لوزارة المعنية لوزارة الطاقة. هناك كان الصدمة الأساسية بنفس الكتاب بالإحالة اللي ردوا علينا بيرفضوا بيمنعوا البلديات بإنتاج الكهرباء بيمنعونا ومن تاني جهة بنفس الكتاب بيتمنوا على البلديات مراقبة أصحاب المولدات. يعني كيف هالتناقض هيدا؟ عن التناقض هيدا التناقض. نحن اللي هيدي اللي دفعنا نحن أنه ندعي المجتمع المدني وبتشكرهم أنا هون بهالمنبر رسميا لأنه تفاهموا وتضامنوا وهيك قدرنا نأسس مؤسسة عامة تسمت مشروع البلدي بدل ما تكون مشروع البلدية. يعني نوعا هيك بنختلف نحن لحين ما كهرباء لبنان ترجع تاخد هي زمام الأمور. نعم. 24 لأنه هلأ صار عنا الخدمات وعنا وفي شغلة أهم من هيك تغير المفاهيم عنا. نعم. هلأ قد ما نحن خاضعين للتقنين المفاهيم كيف تغيرت. هلأ كهربة الشركة صارت الاشتراك وكهربة الاشتراك هي صارت الأساس. الكهرباء الأساسية يعني 24 على 24 ساعة تغطية عنا للأسف لحنا. الشديد يا نعم. يا رئيس عميد برجع لإلك وبين إيديك فواتير وإحصاءات وهيك بتوصل الفاتورة تبع العبادة. هاي الفاتورة اللي بتوصل إذا بتحب تشوفيهم يعني 26,000 هيدي 10 أمبير 26,000 ليرة العشرة أمبير بس بتتراوح فينا نشوفها ملي معروف يعني هيك إن شاء الله الشباب ياخدوها هيك على القريب يعني أكيد مثل ما عم نشوف إنه يعني مبين. تفضل عميد. يعني هذه اللي مصروفه محدود بلمبات توفير بيصرف 30-40,000 ليرة. هي 24 على 24 هذه 20 ساعة 20 ساعة من 6 الصبح لأن هن الأهالي طلبوا إنه تكون
للتنتين هو اكيد دفع دفع 100% 100% والناس مرتاحه مرتاحه ما عندنا مشاكل نهائيا بالدفع نهائيا يعني اذا بتشوف في مهله من واحد لخمس الشهر الكل بيدفعوا نعم بدون اي بمر عليهم حدا يعني هيدي بتوصل على البيوت في جوبات في جوبات وهيك خلقتوا فرص عمل كمان نعم عنا بريك عميد ومن بعد الفاصل اكيد بنشوف بنكمل معك اوكي بنتابع الحل عنا مع رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ العميد مروان زكي ومع رئيس بلديه عنجر حوش موسى الاستاذ جارو بامبوكيون. استاذ جارو وصلنا عندك بموضوع المجتمع المدني قدي ناشط بمنطقه عنجر وقدي جاوبتوا كبلديه مع الاتحاد بموضوع الكهرباء. شو في من قضايا ثانيه كمان ممكن نحافظ فيها على ثقافه معينه عند المواطن بتوفر عليه من جهه ومن جهه ثانيه بيكون بيئه يعني منيحه نظيفه؟ نحن كمجتمع مدني مش أول مشروع من أكون نحن دجا عنا مشاريع المياه الشافي والراي هيدي تابعة للمجتمع المدني خصوصا أنه عندكم ينابيع وعندكم خزان مي الله مناعم علينا وعنا عم بتحافظوا على الميات على المياه الجوفية ولا كيف؟ أكيد أكيد المياه الجوفية ما في أبار عنا عشوائية في أبار بتنحصى على الأصابيع والمي كيف بتوصل بشكل طبيعي للشرب؟ للشرب أكيد في لجنة خاصة تابعة للمجتمع المدني كمان نحن منغذي 70 ضايعة بالبقاع الغربي من المي الشمسين ولكن نحن كبلدي المنشأ نحن ما بنشرب من هالمشروع عنا لجنة خاصة طيب على المجتمع نعم. ولكن المدني. انتو اللي عم بتعانوا منه مثل كل البقاع الاوسط موضوع تلوث الليطاني مرجى الليطاني اكيد اكيد قديش ناشطين يعني بالنظافه بتعلوا صوتكم كمان انه نعم نحن لانه في زراعه في اكيد تجاوبا مع اليو اس ايد ومع المجتمعات والان جي اوز اللي عم بيقوموا مشكورين بهالمهام نعم. والدراسات اللي عم بيعملوها نحن شاركنا بحملات تنظيفية لنهر الغزيل وعملنا الشعار أنا أتبنى الغزيل ونظفنا كل مجرى النهر الغزيل مهم نضلنا محافظين على النظافة وإلا نظفنا من هون ورجعنا أكيد ونهر الغزيل أكبر رافد للليطاني طبعا 24 على 24 12 شهر ما بتشح نعم. نهر الغزيل ونهر الغزيل تنبع من عنجر عندكم محطة وقود لأنها يعني عم يرتفع سعر المازوت بخصوص وكيف عم كيف عم بتغذوا هالموتورات ومش عم تخسروا نحن الحمد لله ما عندنا خساره متهمين انه عم نكسب مبالغ كبيره كمان بس يعني عندنا خدمات كثيره نحن بنقدمها للمستهلكين قبل كل شيء عندنا اناره عامه بالمولدات نعم عندنا 24 ساعه كهرباء وعندنا سعر ثابت من 25 ل 35 الف نحن مثبتين السعر على 800 ليره الكيلو مش على الامبيراج بنقدم 20 امبير 20 امبير لنحافظ على السعر خزننا نحن المجتمع المدني كمان عنده محطه وقود كانوا موقفينا هيدي كمان خصصناها تبعناها نعم. للمشروع المولدات اكيد جوبات نعم. بيمروا على الكل أكيد. برجع لعندك عميد يعني اذا قلنا انه هالاتحاد حديث العهد وبلش باكوره اعماله انه تعميم على هال14 بلديه موضوع الاستهلاك الكهرباء مولدات اليوم مثل ما سبق وشفنا وفرجينا المواطنين شو عنا مشاريع تانية واللي بدي أقوله إنه إذا عندك كنت عم بتفرجيني هيك بورسنتاج معين خبرنا شوي عن إفادة هالمشروع نحن بالنسبة لمشروع الكهرباء ببلدية نعم. رشيا صار له سنتين والحمد لله ناجح لأنه خلال سنتين ببين إذا ناجح ولا لا في عنا 1144 مشترك خلال نعم. شهر 12 يعني نعم 500 مشترك بحدود 45% بيدفعوا تحت ال 50,000 ليرة 10 أمبير 10 أمبير وعنا عم تسمعوا يا مسؤولين وعنا من ال 51,000 لل 75 25 يعني صفى عنا 70% من المشتركين بيدفعوا أقل من 75,000 ليرة في فواتير 25 و 30,000 يعني
وفي عندنا 3% بيدفعوا فوق ال 200,000، عددهم 38 فاتوره فوق ال 200,000. عندهم مؤسسات، عندهم مؤسسات، يعني مطاعم، شركات، مستوصفات الى اخره. وبعضها يعني هون بلاحظ الكل بيدفع، ما في حدا معفى يعني. الكل بيدفع الكل لانه بيدفع. المشروع ما بيتحمل يعفي حدا. حتى البلديه بتدفع. حتى البلديه. البلديه نحن بتكفل الاناره العامه، بتدفع فواتير. نعم. وبعدين علمت المواطن على ارشاد الطاقه. هي مهمه. يعني اذا المواطن لمبة مش محتاجة بيطفيها صار لحاله يعني. طيب عم تربحوا ولا على القد؟ لا عم نربح بحدود العشر ملايين بالشهر. إيش؟ تقريبا. نعم. عم نربح لأنه بتعرفي السنة الماضية تعرضنا لعطل، إحدى التابلويات ضربتهم الساعة، حطينا 11 مليون يمكن. يعني هالوفر هيدا، يعني في وفر، هالوفر يعود لقضايا انمائيه للبلده ولابناء البلده، لطوارئ العمل. الاتحاد شو عنده من مشاريع اليوم ممكن تفيد المنطقه ككل؟ عميد اعضاء الاتحاد بوجه لهم تحيه، انا كثير متحمسين للشغل لانه مثل ما قلت لك منطقتنا بتستوعب كثير من المشاريع. نعم. المشروع الاول والملح هو معمل فرز النفايات بدنا نعمله. نعم. لانه عندنا منطقه نظيفه، في الارض، في موافقه، لانه مشكله هون ما بدنا نفرز، ما بدنا نجمع، ما بدنا، ان شاء الله ما عندكم هالمشكله. لا ما عندنا هالمشكله ان شاء الله، لانه نحن خوفا من انه يصير في عندنا جبال نفايات فوق برشية، بدنا نستدرك من هلا نعمل جهدنا لنعمل معمل فرز النفايات. نعم. تحدد وين بيكون المعمل، بأي بلدة؟ بمنطقة، المنطقة الجغرافية، بنص المنطقة الجغرافية اللي بتحوطها القرى. نعم. مشان الكل يستفيدوا. في مشروع تاني كمان لمولدات الكهرباء بدنا نستعين فيه، هو الطاقة البديلة، يعني بما طاقة الشمسية، طاقة الشمسية مثلاً. لأنه عندنا أكثر من 300 يوم بالسنة شمس. حرام تروح عنا هيك. وبما أنه الطاقة الشمسية بلبنان ما صارت بدرجة متقدمة، يعني بدها بطاريات وبدها مصاري، قلنا نحن بناخذ المرحلة الناجحة فيه، وهي بنوصي الكهرباء بالنهار ببلاش ومفتوحة، صار فينا نسخن مي، فينا نكوي، فينا نعمل وهيك بنوفر كمان على المطار وببلاش وببلاش، فقط نستفيد من المولد بالليل. نعم. يعني هاي بيوفر على المستهلك كمان من ال 50,000 اللي بيدفعها بحدود ال 40% لـ 60%. نعم. بصير يدفع النص. عميد بالمنطقة يعني البنى التحتية جاهزة مثلا، طرقات كلها اليوم قد ايه بدها؟ عم تتواصلوا مع الوزارات مع المعنيين؟ عم نتواصل بس صراحة ما عم نشوف شيء مشجع يعني. ما بعرف ليه. يمكن بعيد عن العاصمة، نحن مهملين فوق. عفوا. نعم. ايه. بس ولكن صوتهم بده يكون يوصل، ما هيك؟ الله راد. يعني اذا عم بتوفروا كل هالوفر هيدا مشان راحت ابناء البلده، اقله كمان يوصلوا على بيوتهم امنين، تكون طرقاتهم مسهله، يعني هيدي شغله اساسيه المواصلات. كمان بالمشاريع يلي عم نحكي عنها، قديش قادرين تتركوا المواطن بارضه بالارياف بهالقرى هيدي اللي عم تحكوا عنها؟ يعني اليوم كل شيء المستلزمات موجوده، يعني حتى ما يرجعوا للمدن وحتى ما يتفرغ هالبلدات من المدن. من الأكبر المشاكل الأساسية هاي هي خلق فرص عمل. نحن بهالمشروع اللي عملناها خلقنا فرص عمل كثيرة. نعم. وبالأخص عنا بتتميز لأنه العنصر النسائي طاغي عنا. عنا 6 موظفين، 3 منهم النساء وسيدات بيت. نعم. يعني عم بيساعدوا خلال 5 أيام بس، هن 5 أيام بالجباية. نعم. النساء هن اللي عم بيجبوا الفواتير. نعم. بخمس أيام بيقدروا يأمنوا مدخول ويساعدوا بالمصروف العائلي. نعم. هيدي من الأهم النوافع هاي المشروع. عميد كلنا بنعرف اليوم كل هالمشاريع اللي مفكرين فيها، إن كان فرز نفايات وغيرها، هاي مشاريع مكلفة. وعم تقول الاتحاد اليوم على قده، يعني ما في مال. هل في من يعني من دعم دولي، من دعم من الوزارات؟ كيف رح تمولوا هالمشاريع هيدي؟ اكيد نحن المصاري اللي بدنا اياها للاتحاد. نعم. هي تحضير المشاريع. نعم. لانه مشان اذا بدنا نروح دراسات وتلزيمات، دراسات انه نحن اذا بتريدوا مش رح نروح نحكيهم بشفهي انه بدنا. نعم. نعمل، بدنا ناخذ دراسه لعند جهه مانحه خاصه الاوروبيه. تحضروا هلا؟ لا ما بدنا مصاري، نحن محضرين حالنا. نعم. بس بدنا مصاري لانه الدراسه بتكلف $20,000، يعني مش انه طبعا. اكيد. مشان هيك نحن بدنا المصاري، هو الحد الادنى لنا لنقدر ننطلق.
وفي تشجيع من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، كلهم هودي، وخاصة المشاريع الصديقة للبيئة كثير بيساعدوا عليها، ومستعدين نحن شو فينا نساهم نحن برشايا بالاتحاد، ما راح نأخر. يعني لحين ما يتحققوا اليوم، كيف وضع النفايات؟ يعني في مكبات معينه؟ في كيف عم تتعالج القضيه بالمنطقه؟ في مكبات عشوائيه، يعني ما بيسوى هيدي، بعد فتره بتصير عبء علينا، يعني تدخل التاريخ مثل مكب صيدا بتصير. هيدي ما لازم تصير. نحن معمل فرز النفايات كثير بيريحنا بهالشغله هاي. ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا اليوم هيك لما بدا العام 2013، ان شاء الله بيكون سنه الحلول، وهيدا حل اعتمدتوه ببلداتكم وقراكم ببلديات جبل الشيخ، وايضا البقاع الاوسط بلش يتجاوب مع الطرح، ويا ريت كل البلديات بتوفر، لانه ما يقولوا لنا صيان وغير صيان، لما بيكون في اداره وبيكون في كمان يعني الربحيه معقوله، بفتكر في ربح زياده وفي ناس مرتاحه جيبتها وبيئتها. أنا بشكركم على كل حال، وإن شاء الله بيتعمم مشروعكم، وبترك الكلمة الأخيرة، وأكيد بدي أشكر رئيس بلدية ليلى كمان. وعميد، شو بتحب تقول بالنهاية؟ يعني يعني شو مطلبكم اليوم؟ حتى بعد في عنا شغلة كمان، هاي اللي تفضلتي عنا، إنه اللي بتثبت الإنسان بأرضه هي رخص البلدية، ترجع تحيلنا إياها وزارة الداخلية، يعني أعطيتها لقوى الأمن. يعني هي هلأ هي ما هي القصة، يعني هيدي أكتر شغلة بتثبت الإنسان بأرضه، رخص إنه تشجع على العمار، ونحن مستعدين كبلدية نراقب التنفيذ، يعني بتكون رخصة قانونية بس مش خاضعة للرسوم، وبعدين في أعمال إجرائية في ورطة كتير، ما بعرف عرفت كيف، نعم بتعيق، وبدها كتير مصاري لتحرر قطعة الأرض. نحن بنعمل، بناخد إمضاءات جميع المالكين، وشو في قصور عن الأملاك العامة، عن الطرقات، عن الأملاك الخاصة، وبنعطي بلدية، بنعطي رخصة صالحة للسكن. ما تتصوري ست ربيكا قديش المواطن العادي هو عم بيعمر بدماك، قديش بحس حاله مشدود لهالارض. طبعا يعني طبعا هيدي احلى طريقه نعلقهم عنها ان شاء الله. في اتصالات مع المعنيين بهالموضوع؟ في اتصالات. نهار السبت عملنا اجتماع رؤساء بلديات الاتحادات برشايا والبقاع الغربي، وعملنا بيان نشدنا فيه فخامه رئيس الجمهوريه انه يسعى لنا بهالمسعى هيدا، لانه هيدا شغله ضروريه، الرخص البلدية الصادرة عن البلدية. أنا بدي أشكر حضوركم معنا اليوم، رئيس بلدية عنجر كمان أستاذ جارو بامبوكيان، رئيس الاتحاد بلدية جبل الشيخ. بدي حيي كل البلدات والبلديات البقاعية وأيضا في جبل الشيخ. بدي أعطيكم موعد بكرة مشاهدينا، إلى اللقاء.